بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تكون انت حطيت الفاميلي على السيلينج بطريقة عكسية، تمام؟ تكون انت حطيته في الفلور مش في السيلينج، فمعمول عكسي، يعني معمول كأنك مثلا حطيته عكس تحت سيلينج مش فوق سيلينج. فالحل كده ان انا باجي هنا واقول له اعمل فليب ورك بلان. ايه الليبل دوت؟ طيب لو عندي عدد كبير جدا، ممكن يكون مثلا 1000 واحدة، فهياخد وقت كتير جدا ان انا كل شوية اقول له اعكس الفليب الورك بلان. ففي ادنس بتسهل الموضوع دوت، بقول له فليب بلان واروح مختارها واقول له ابلاي، اوكي، بيروح قلب لي كل الحاجات حتى لو كان عددهم كبير.